سيد حسن الموسوي، أنت أول مرجع عربي شيعي يهاجم إيران ويدافع عن السعودية، ليش؟ والله أنا بحياتي ما سافرت للسعودية ولم ألتقي بأي شخص سعودي، شاهد الله شاهد على كلامي. ليش ما رحت لا حج ولا عمرة؟ لا، من استطاع إليه سبيله. ما استطعت؟ لازم أكو استطاعة. ما تقدر، ما عندك إمكانية أن تروح حج؟ نعم ما عندي إمكانية، هذا شو واقع. أنا رجل حتى بيتي بالإيجار يعني. أها. أي نعم، هذا الواقع. عندي 5 أولاد بدون عمل بدون وظيفة. المهم طيب، أنا لم أدافع عن السعودية ولم أدافع عن دولة، لكن السيد فالح الفياض كذب على كل أعضاء المؤتمر. شلون؟ قال هناك 3 هويات، كل يبحث عن هويته، السعودية وإيران وأمريكا. أنا جاوبته قلت له أولا لم يكن هناك وجود سعودي بالعراق. أكو وجود سعودي بالعراق؟ عندهم سفارة وموافقة. الأمريكان حالة طبيعية لأن القواعد الأمريكية موجودة حتى بدول الخليج وموجودة بعين الأسد. بعدين تعالوا يا أنتوا يا حكومة يا فالح الفياض، الأمريكان يمك بصفك رايحين جايين عليهم. وانت اللي رحت لواشنطن قبل أشهر، وانت اللي رحت لواشنطن وعشرة آلاف عسكري، وخلي يعني أقولها مباشرة، حتى يهود وياهم حتى إسرائيليين بالعراق. نعم، لأن هاي القوات الأمريكية ما تخلو من هذا الجانب، تجي عن طريق أمريكا. تتعرف العلاقة وكلها تجسس وكلها. أنت إذا تريد تقول الأمريكان فحالة طبيعية، لأن أنتوا أولا لو من الأمريكان أنتوا ما صرتوا دولة، وبعدين هم يمكم الأمريكان. هاي 2. النقطة الثالثة إيران، أنت من تبحث عن الهوية الإيرانية؟ فالح الفياض. نعم زين، كل هؤلاء هم يعتمدون ولاية الفقيه، هذا التوسع يريدون. يعني عندما هذا الترابط بين لبنان واليمن والعراق، يريدون العراق أن يكون جسرا، وسوريا ولبنان. نعم، يريدون العراق أن يكون ممرا آمنا لهم وجسرا حتى يتوسعون بالمنطقة. واضح الكلام؟ الشعب من طلع تظاهرات ما يعرف هذه الأمور. الشعب شنو كان؟ كان يريد حياة، كان يشي. بعدين لما بينا الحالة للناس، عرفوا الناس أنه سبب دمار العراق هو من إيران. يطلع رجل دين تشخيص النظام أو ما أعرف وين، تعلم ماذا إيراني. يقول عراق يعني إيران، لبنان يعني إيران، اليمن يعني إيران، سوريا يعني إيران. انطيناهم 17 مليون دولار، أخذنا منهم 17 مليار دولار. زين، والحب العجرة، لأن تعرف إيران عليها اقتصاد، العفو حصار. وتغذية إيران وقوتها من أموال الدولة العراقية. وأنا عندي دلائل. شنو دليلك؟ عندي دلائل خطية أخوة، مو دلائل كلام. أنا أتكلم عندما دلائل خطية. بين منو منو؟ شنو؟ رسائل نصية، مسجات SMS، واتساب؟ هسه خلي نقول باعترافات المسؤولين العراقيين بالأساس. الكل يعلم ذلك. ما صرح به بعض الناس من الأمريكان وغيرهم أنه هناك أموال والعملة الصعبة تسحب وترسل إلى إيران. مصارف، أكثر من 5 مصارف موجودة بالعراق الآن تابعة إلى إيران، تسحب هذه العملة الصعبة وترسلها إلى إيران. العراق يبيع نفط ويحول مبالغه إلى إيران. لو إيران ترى تريد بس يستقر الوضع بالعراق، لأن اقتصادها انهار. لو تغلق الآن الحدود مع إيران، يومين يسقط النظام الإيراني، يومين. أنا مستعد أعمل مناظرة حتى والخامنئي. مع الخامنئي؟ نعم، لأن أنا
فندت ولاية الفقيه. ولاية الفقيه ليس لها أصل في الدين وليس لها وجه شرعي. الاحترام للسيد السيستاني خلي يطلع يحكي له كلمتين للشعب. الشعب الآن الكل يقولون هاي السنين طول نريد نسمع. شوف احنا عندنا لا اوقف لعدها النقطة. ليش ها ما يقدر يطلع يحكي شأن الخاص هذا؟ لا هو لا مو هذا التشكيك. انا فهمه لا. كمحاور تشكيك لانه شخص ما يعرف يحكي عربي معقول؟ لا مو يعني يحكي عربي. حتى لو يطلع يحكي فارسي حتى يطلع يحكي مكسر. ليش هو شنو مو عراقي؟ ها لا مو عراقي. السيستاني رجل فارسي بالاصل من منطقة السيستان. اي مرجعياتنا الدينية الان كلها فارسية افغانستية افغانستانية باكستانية. ليش؟ ها؟ ليش؟ ليش؟ نتطرق الى هذا الموضوع؟ ليش ما يكون عراقي؟ ليش ما يكون عراقي؟ اولا هاي المرجعيات تقف وراها دول كبيرة. يعني هي التي تشخص هذا الحال. يعني أكثر من 200 سنة المرجعيات فارسية. أي مرجعية المرجعيات الشيعية فقط. نعم أي مرجعية عربية تحارب حقيقة. لأن احنا كن واضحين وصريحين عانينا من سنين طويلة من هذه المرجعيات الفارسية. لكن يعني اليوم حتى اليوم لا نعاني من مرجعية سماحة السيد السيستاني. اعطيني مجال شوية ممكن؟ تفضل. يعني أبسط مثال هذا الهلال. يعني عندما الدول الإسلامية تعلن أنه غدا عيد هم اللي يقولون لا مو عيد. من يجي يوم الثاني يشوف الهلال احنا نسميه أبو يومين أبو ثلاثة. دائما يسيرون على طريق الخلاف. وهذا واحد من خلافات الأمة. واحد من خلافات الأمة. كثير من الأمور يفهمها الشعب العراقي وأنت من الشعب العراقي. زين لو لا؟ نقاط كثيرة مرجعيات الفارسية أعتقد انتهى دورها الآن. تقول إنه سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني مرجع فارسي. نعم فارسي. فارسي، لماذا يحارب من إيران؟ هو محارب تحديدا من مرجعية قم. والله أنت راح تسوقنا إلى كلام احنا ما مضطرين نتكلمه. لا بس الصراحة مطلوبة. مو صراحة وإنما يجب الإنسان أن يكون صريح وصادق. خلص تفضل. الصدق مو حالة غريبة. يعني أنا أعجب عندما يقولون فلان صادق. يا أخي أنت واجبك الصدق. تكون صادق مع الله. طيب اشرح لي هاي النقطة. فسر لك هاي النقطة. المرجعية الآن بين المرجعية السيد السيستاني ومرجعية السيد الخامنئي مرجعية متراوحة. وهذا التفاهم قد لا يفهمه الشعب العراقي. إذا خرجت المرجعية من الخامنئي وظهرت طلعوا متظاهرين وضربوا الكذا وعادف فشلت السيستاني هو اللي يتحملها ولازم يكون. وإذا خرجت من عنده هذه المعادلة معادلة يراد بها الحفاظ على المرجعية الفارسية. لكن الرجل محارب. لا أعتقد محارب. ما ممكن أنه إيران تحارب مرجعية فارسية. قد يكون هناك خلاف بعض المسائل الفقهية. وما الضير أن يكون المرجع الأعلى للشيعة بالعالم هو فارسي؟ ما الضير بذلك؟ يعني أنا أسألك سؤال أخي العزيز. إحنا ليش نستورد مرجعيات من الخارج؟ مو عندنا عرب وعندنا علوم ليش؟ طيب الموضوع أنا أقول لك ما بإيران شيعة؟ أنا أقول لك الموضوع ببلدان أخرى شيعة؟ أنا أقول لك الموضوع يعني الشيعة مو كلهم عرب. اسمح لي موضوع احنا انا ولو ما اريد اتكلم بهذا الموضوع بس والله انت استاذ محمد اليوم كانما اللقاء مكشوف. المكشوف لازم يكون مكشوف للناس. اي احترامي لطلبة الحوزة بالنجف الاشرف. اشرف انا اعتز بطلبة الحوزة. الاموال محصورة عند المرجعيات الفارسية. طالب الحوزة من يجي يريد
يقلد مرجع معين لازم يعطيه راتب. ينطي هو راتب؟ طبعا هو ينطي، ينطي راتب. المرجعيات العربية غير مدعومة ماديا. أنت الآن هسه لو أكو مرجعية عربية عندها أموال، إذا السلسان ينطي راتب 200,000 بالشهر، طبعا يعطونهم 200-300 هيجي وأكو أقل، وأنت روح الآن انطي 500,000 كلها تلتف حولك الطلبة. هذا الموضوع مو دين، هذا تجارة، هاي هذا الواقع. تجارة هاي لابد أن نتكلم بمكاشفة مع الشعب. هاي تجارة، مكاشفة مع الناس، تجارة. الذي يدفع أكثر هو الذي يقلد، هو الذي يتبع. واضح كلامي؟ معذورين بعض الطلبة، تعرف طالب الحوزة من يجي للحوزة منهم بالدروس ويريد بس يتعلم، ما عنده أخوة، ما يذهب عمامته وروح يشتغل عامل. بعضهم لا، بعضهم خلع عمامته وراح يشتغل ويوفق بين هذا وهذا. الدعم المادي هو دعم المرجعيات الفارسية، دعم كبير. ها، ما يضطر بعض الطلبة أنه يتبعون هذا المرجع أو ذاك المرجع. طيب بداية أنت تعرف الشمعة، لازم تخبون الشمعة وعلقوا صور السستاني، والسستاني 555 الله ينطي الصحة إن شاء الله، وهم رجل دين، قد نعذره، قد يكون مغلوب على أمره. معقولة؟ نعم، شخصية مثل سماحة السيد علي السستاني مغلوب على أمره؟ نعم، ما هو بي 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 قزقوصة بخطبة الجمعة طلع 5 ملايين عنده. أدري اسمح لي، راحوا عنده قيادة، عنده جيش، هو الرجل عنده، ما أعرف أنا أعتقد رجل هو موجود في داخل داره، والذي يتصرف بالعراق هو ابنه محمد رضا. حالة واقعية. شو يتصرف يعني؟ أشوف، أشهد الله على ما أقول، بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أنا فد يوم قاعد يم السستاني، يكتب سيد محمد رضا فد مسألة ويجاوب عليها، ورقة بيده مد إيده الجيب السيد السستاني بالتسعينات، هذا بالتسعينات يختم شو اسمه ويطلع، لا يقراها السستاني ولا غير. حتى هذه المسائل السياسية هي من نتاج محمد رضا السستاني. هذا الواقع، احنا لازم نكاشف الشعب العراقي. يعني طالما احنا، شو تريد تقول؟ يعني انا اقول واتمنى على المرجعية السستاني أن ترفع يدها عن الشعب والسياسة والحكومة، وتدع الشباب يتصرفون، لأن الأكثر الشباب يحترمون رأي السيد السستاني. إحنا ما نريد فتوى من السيد السستاني أن يقول الشباب حملوا السلاح. ما رجال، أي لا لا، الرجال بخطبة الجمعة شعب العراق نبذ العنف ضد المتظاهرين، دعا إلى حلول جذرية، إلى مفاوضية انتخابات جديدة، تشريع قانون انتخابات جديد. شو يسوي أكثر من هذا؟ خل أكون أكثر واقعية معك. هذه الحكومة مرتبطة بولاية الفقيه، حكومة كلها. أنا أقول لك، مالكي، هادي العامري، بالله قيس الخزع عليه، عنده فد مجامع، هو أصلا شنو هيج؟ ما مو سياسي، هو ما عنده سياسي، عنده كتلة سياسية وعنده أعضاء مجلس. إيه ما إلى قرار، ما إلى قرار، بس هو مع المجموع. بالقرار بيد منه؟ ما إحنا عندنا مثل بالعراق يقول يا ستة مع الستين. يعني شنو؟ اسمح لي شوي، خلي أكمل لك. أحدد لك شو اسمه، هذا العامري المالكي، أصحاب قرار دول، عبد مو أصحاب قرار، القرار بيد قاسم سليماني. من عنده القرار؟ كل الأنباء، كل الروايات التي وردت، عبد المهدي قدم استقالته وقال له أوقف، صير فوضى، خليك، لأن هاي دولة ما ننطيها إحنا. إحنا قاتلنا سنين، مو بسهولة نطي دولة الشباب. هذا يصفهم بالبعثيين، هذا يصفهم بعد أوصاف ما يعني أقدر أتكلم بيها. وشباب، هذا حق شباب ثائر، أقسم بالله العظيم ثورة الشباب تنتصر، أقسم بالله.